إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. هندسة الصوت والمونتاج هيثم حسامي. الكتابة الإذاعية عادل أبو شنب، والإخراج فاروق حيدر. عشتم مع أبطال قصتنا هذه في الحلقات السابقة، حتى قبض على الأمير يمليخا وأعوانه وزجوا في السجون، وقد حاولت خطيبته الأميرة بريسكا ابنة الملك الطاغية دقيانوس التأثير على أبيها للعفو عنهم، فعرض عليهم العفو مقابل أن يتوبوا عن عبادة الله ويعودوا إلى عبادة الأوثان والأصنام، فرفضوا ذلك. وعندئذ أمر دقيانوس الطاغية أن يعدموا صباح اليوم التالي. اسمعوا يا أهل أفسس، سيعدم صباح غد في ساحة المدينة الكفرة المارقون الذين هزئوا بأصنامنا واستهزأوا بديننا. إن مولانا الملك دقيانوس يدعوكم إلى مشاهدة إعدامهم. أو تبكين أيضا؟ كان حريا بك أن تشتمي يمليخا بدلا من أن تبكيه. لقد استهان بالفرصة التي هيأتها له ولأعوانه وأعلن أمام الجميع أنه لن يتوب. ماذا تريدين أن أفعل أكثر من هذا؟ أنا لا أبكي أحدا، أنا أبكي حظي العاثر. ومن قال إن حظك عاثر؟ الرجال كثر، وأفضل من هذا المارق يمليخا. لست أعني هذا يا أبي. بل تعنينه. اسكتي يا ابنتي، اسكتي، وإلا حسبتك واحدة منهم. أتمنى أن أموت معهم. أإلى هذا الحد تحبين يمليخا؟ نشأنا معا وأحببنا بعضنا، وباركت أنت خطوبتنا، فكيف لا أحبه؟ على أي حال اعتبرني ميتة منذ هذه اللحظة. ماذا تقولين؟ أأنت مجنونة؟ كلا، ولكني سأنتحر. لا، سأنتحر. لا، لن تنتحري، فإن لدي مفاجأة كبرى لك في القريب العاجل. مفاجأة؟ هل ستعفو عن يمليخا؟ أوه يمليخا، 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 قلت لك مفاجأة، مفاجأة، وستعرفينها في أقرب وقت. Thank you.
هيأت كل شيء يا مولاي. حسنا فعلت يا باركيوس. أتأمر بشيء آخر يا مولاي؟ أعدم الجميع باستثناء يمليخة. ها؟ ولكن يا مولاي، بقاء يمليخة على قيد الحياة يؤثر في أتباعنا. سيقولون لماذا يبقي الملك على حياة يمليخة وهو زعيم المارقين؟ ألأنه أمير أم لأن ابنته تحبه؟ لا لهذا ولا لذاك يا باركيوس. بريسكا حزينة وقد هددت بالانتحار، ولهذا أنا مبق على حياته. كان حريا به لو كان يحب الأميرة أن يدعو أعوانه إلى قبول عفوك. صحيح يا باركيوس. تخلص منه يا مولاي. وبريسكا؟ ستنساه يا مولاي، الزمن كفيل بأن يمسح الجراح إن كان ثمة جراح. ماذا تعني يا باركيوس؟ أعني أن حب الأميرة ليمليخة ليس سوى نزوة سرعان ما تنقشع، فلنراقبها جيدا حتى لا تقدم على ما هددت به. ومن جهتي سأعوضها عن يمليخة بأجمل ما في أفسوس من نعيم. بهذه المناسبة يا مولاي، اسمح لي أن أطمع بشيء من كرمك. إن الطمع في الاتصال بك بصلة النسب له أقوى من أن أستطيع كتمانه. ولو كافأتني على إخلاصي بالزواج من الأميرة بريسكا لكنت أسعد من في الوجود، ولو وفرت للأميرة ما ينسيها ذلك المارق. أنت؟ نعم. أنت يا باركيوس تطلب بريسكا زوجا لك؟ نعم يا مولاي إن شئت، وبهذا ينقلب حزنها إلى فرح. من جهتي أنا موافق. شكرا شكرا لك يا مولاي. أما عن يمليخة فإنني أرى تخلص منه هو الآخر. شكرا. وليكن إعدامهم في نفس اللحظة التي سنعلن فيها خبر خطوبتك. ألاحت الأميرة بريسكا على أبيها أن تعرف المفاجأة التي وعدها بها. كانت المفاجأة الموعودة أن ينقذ الأمير يمليخة من الموت وينفيه خارج أفسوس. ولكن الوزير باركيوس الذي كان يطمع في الزواج من الأميرة حرضه على أن يتخلص منه، فاستبدل المفاجأة بمفاجأة موافقته على خطوبتها لباركيوس، ظنا منه أنها ستفرح وستنسى الأمير يمليخة في الحال. كل الرجال إلا هذا، مستحيل مستحيل أن أقبل هذا الرجل، إنني أكرهه أكره. ستحبينه يا ابنتي، إنني أقدر هذا الوزير ويجب أن تقدريه مثلي، إنها مكافأة لكما. مكافأة؟ أو تسمي هذا الزواج مكافأة؟ إنني أرفض أرفض. لأول مرة أجدني مضطرا إلى اسمعي يا بريسكا، اسمعي يا بنيتي، في هذا الزواج فائدة لي. تعلمين أن باركيوس ينتمي إلى قبيلة كثير عددها، فإذا تم هذا الزواج ضمنت ولاء هذه القبيلة وإخلاصها. لا أريد لا أريد. سأخرج عن طوري يا بريسكا، قلت إنك ستتزوجين باركيوس، هذا أمر. الزواج سيتم في الغد، أفهمت؟ في الغد بعد إعدام المارقين. أما عن انتحارك فما أظن أنك مجنونة إلى هذا الحد.
وعلى أي حال لن تغيبي عن مراقبتي لحظة واحدة، لا في الليل ولا في النهار. لقد أمرت أن تقيم معك وصيفة في الليل وفي النهار. يا لحظي التعس، يا لحظي التعس، حتى الزواج صرت مجبرة عليه. كنت أظنك راجحة العقل يا ابنتي. أفسوس مدينتنا وأنت الملكة من بعدي، أفيرضيك أن أترك لك بلادا يعيث فيها المارقون فسادا؟ كان من الطبيعي أن تطالبي أنت بإعدام الجميع بدلا من أن تطلبي إلي أن أعفو عنهم. هيا هيا يا ابنتي، هيا كفي عن النحيب وتحملي مسؤولياتك كولية للعهد. لا أريد أن يعرف أحد أنك تبكين مارقا كيمليخة. أيتها الوصيفة، ادخلي جناح سيدتك الأميرة بريسكا واعتني بها، فغدا ستزف إلى الوزير باركيوس. أمضت الأميرة بريسكا سحابة اليوم الأخير وهي تبكي. حاولت الوصيفة أن تخفف عنها حزنها فلم تستطع، لكنها مع بكائها كانت تفكر، تفكر في هؤلاء الذين آثروا الموت على العودة إلى عبادة الأصنام. كانت تكبر فيهم هذه الشجاعة، وكانت تكبر فيهم هذا التعلق بدينهم وإلههم، إله السماء والأرض. ولقد قالت بينها وبين نفسها: لو لم يكن هؤلاء على حق لما تمسكوا بدينهم. وكشف الله بصيرتها، فإذا بها تكتشف أنهم على حق وأن أباها وطغمته على باطل، وقررت أن تفعل المستحيل لإنقاذ يمليخا وأعوانه. ولكن كيف تنقذهم وهي فتاة وحيدة ضعيفة؟ تعالي يا وصيفتي. أمر مولاتي. اذهبي إلى رئيس السجن واطلبي إليه أن يأتي في الحال. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. أهل الكهف. هندسة الصوت والمونتاج هيثم حسامي. الكتابة الإذاعية عادل أبو شنب، والإخراج فاروق حيدر.